انت لبناني وهي تونسيه، كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ والله انا عايش في السويد. وانت؟ بس كانت حتى اعلان على الفيسبوك بدها تيجي تتعلم في السويد. قلت لها انت مزوجه ولا عازوه؟ قالت لي لا انت السيد الماهر يعني. أم هي رفضت، هي رفضت يعني بعد يعني معاناه، وتعرف انت هون هي بالبصر يقول لك هي تجيب في رجلك. المشكله انه الاهل ما بيوافقوا، يعني صعب يوافقوا، وهي مش حاطه براسها، يعني هي مهندسه داتا يعني معلوماتيه، سو منا عم تفكر. بس انا بخبرتي بالحياه قفشتها. يعني انت باعلان جبت عريس، حاجه ما كنتش حاططها في يعني. هي عم تسال كيف بدها تروح، كيف اي مش اعلان بتاع عريس، اعلان للدراسه ولا للتعليم؟ عم تحكي بدراسه، انا ما دخلني لا بدراسه ولا غير دراسه. وانت دخلت من باب دراسه؟ انا دخلت دراسه. وانت الزواج كان مميز؟ حاجه ما كنتش نصورها والله في حياتي، ما كنتش حاطه في مخي اصلا انا باش نعرس الوقت هذا. يعني عندي احلام باش نكمل قرايتي، باش نسافر، باش نعيش، وكل اخر حاجه كنت نتصور. يا اخي سبحان الله، ما كنتش نتصور اصلا باش ناخذ اجنبي ولا باش تصير الحاجات هذه. سبحان الله والله. قد هي بتحبني، اهلها بيحبوني اكثر. بارك الله، هم اللبنانيين يعني يتحبوا لهنا في تونس. يعيشك حبيبي. يدخل القلب ما شاء الله عليه والله. يعني امبارح وصلت السفر بالليل، لقيت فرحة امها اكثر من فرحة هي. امي فرحت به برشا، والعائله الكل فرحانين به برشا. وصلت على البيت يعني الدار. يعني انت اول مره جيت تونس ولا هذه ثاني مره؟ لا هيدي لا، انا كل شهر بيجي. ملا وكلتك الكسكسي بالعصبان ولا؟ كل يا هلا عملت لي ملوخيه. هلا ملوخيه يعني عرقوبك اخضر عليه. مره نزلت بشار دي جول بفرنسا، بالمطار كبير يعني، وبدي ما بعرف من وين بدي اروح. قام لقيت واحد منظم، قلت له من وين بيروح على الترمينال؟ قام قال لي انت وين بدك تروح؟ قلت له على تونس. قام قال لي تروح كده وكده وكده، وبعدين انت وراجع جيب لي معك ملوخيه تونسيه. قلت له انت من وين؟ قال لي من الجزائر. به فرحة داركم بيه اكثر من فرحتك بيه انت؟ والله انا فرحتي ما نجمش نوصفها لحتى واحد بالحق، فرحه كبيره برشا، وما نجمش بالحق قد ما نحكي لك كلام، قد ما نعبر بالحق ما نجمش. هم ظاهرين راهو ظاهره من عينيك ظاهره الحكايه. مضروري يعني تفسر هيدا. اي والله يعني الاهل هون يعني انا شفت الاهتمام والكرم والحب ما شفته ببرا، يعني ما شفته ابدا. حتى وانت تستاهل حبيبي. لا عائلتي يعني ولا عائله اهلي ولا عائله عمومتي، لا هون حاجه ثانيه. مدام حبوك الشعب التونسي مين هو يعني؟ شو مدام حبوك راك تتحب من الاخر، راك عامل البيت. يحفظك يا عائشه. هو الشعب التونسي كمان بشكل خاص شعب كريم وضياف، بيهتم يعني يعني بيساعد من غير لا شيء لله، يعني سبحان الله. وبتعرف انت يعني التعامل الكونتاكت مع لبنان وتونس يعني افقي، ما هوش عمودي. طبعا افقي وعالي، يعني غير التعامل مع باقي الدول العربيه مع احترام، يعني لمصر او سوريا او شيء، لا في نوع كونتاكت تحبوا الحب. الغرام هذا في غرام، هذا ظاهر من علاقتك بها هي. وانا كان حلمي يعني ارتبط مع تونسي، حلم. هو راهو قال لك من لم يتزوج بشاميه مات اعزب. وانت شو تقول له من لم يتزوج بتونسيه مات كيفاش؟ والله متزوج تونسيه ما شاف شيء.